منشط قريت ليكي مريم فارس سن هيفا وهبي لا يناسب الفوازير. الفوازير اللي تعرضت علي. الفوازير اللي تعرضت علي. سنها علي يعني عليكي انت ما ينفعش هيفا تعملها عشان سنها ما يناسبهاش. لا ما ينفعش تعملها وستوب. وما ينفعش انا اعمل فوازير بتاعت هيفا. ليه؟ لانه السن مختلف وطريقه اداء طريقه ستايل تبعنا كل واحد مختلف فمش معقول انه هيفا ما راح فيها تعمل بنت جامعيه ولا انا فيني اخد يمكن سيده مجتمع. طب ما كل وحده ايه وانا صريحه جدا وليش واحد بده يستحي؟ انتم السابقون ونحن اللاحقون. ما بكره رح يطلع جيل من بعدي وما رح ينفع انا اعمل اللي هن رح يعملوه.